هذا انتخابات ديال مأجورين تقريبا هذه واحدة شهر وشوية خمسة أسابيع اليوم تجي هذه المحطة واللي كانت محطة اللي بملأها ومعاليها سجل فيها المناضلين ديال الحزب موقع سجلوا فيها الوقوف ديالهم كان مع الانتخابات ديال المأجورين بجانب احدى المركزيات النقابيه الاساسيه لاحتلالات الرسم الاولى في الاقليم كيجي اليوم هذا المواعيد ديال الورق النهائيه اولا باش المسعى ديالنا والهدف ديالنا هو باش نكرسوا باش نرسخوا ناكدوا التطلع ديالنا لتتويج ست سنوات من العمل والتطلع ديالنا نتائج اللي كنستحقوها على المستوى الاقليمي قول ان هذه الانتخابات المهنيه اليوم كتجي كاستهداف لمسلسل انتخابي هذا الشهر او هذا الشهرين لحزب التجمع الوطني الاحرار هنا في اقليم تيزنيت بكافه مناضليه كيعبر عن الاستعداديه والجاهزيه ديالو بعد هذا الشهر وبعد تبيان ديال السياق ديال هذا اللقاء الصحفي هو اللقاء التواصلي التقديمي ديال الاعضاء ديال المرشحين ديال اعضاء حزب المرشحين مختلف مواقع مختلف الغرف المهنيه اللي مفتوحه على مستوى الاقليم اول حاجه بغيت نبدا بها هو واحد اللغه ديال رجال الاعلام واحد السكوب اللي الله هذه واحد خمسه دقائق باش طاح هو ان اليوم تجمع الوطن الاحرار صدر على المستوى الوطني نسبه ديال التغطيه ديال الغرف المهنيه 89% هي اول نسبه تغطيه على المستوى الوطني 1938 مرشح في الغرف المهنيه وبهذا كيكون الحزب حقق وحده من بين الاهداف اللي كنحط وانه نتواجد بقوه والحمد لله بالنسبه لنا هذا مؤشر جد ايجابي كيبين بان الاستثمار اللي دار في الهياكل الاستثمار اللي دار في التواصل الاستثمار اللي دار في التنظيم والجاهليه اللي كاينه عند الحزب بدات كتعطي الاقل ديالها بدايه بالنسبه للتغطيه وان شاء الله مستقبلا في المستقبل القريب بالنتائج اللي غادي تحقق كما قال السي الحاج عبد الله غازي مشكورا اليوم كندخلوا لهذ الاستحقاقات كندخلوا لهم وحنا محملين بواحد برنامج وطني اللي تم الاعداد ديالو بواحد المنهجيه غير مسبوقه في تاريخ ديال العمل السياسي في المغرب كنعرفوا جميع بان البرامج كانت كدار فقط وقت الحمله وكانت كدار بتقنيات وباساليب باقي الاحزاب الاخرى اليوم راه باقي خدامين بها يعني لجنه خبراء وخمسه الناس وسته الناس اللي كيقدموا البرنامج وكيقرروا ما كان يعني الناس اللي هما معنيين بالامر التجمع الوطني الاحرار وجد البرنامج ديالو اللي اشتغل عليه هذه خمس سنوات خمس سنين وحنا خدامين على البرنامج ديالنا نتيجه وخلاصه ديال لقاءات ديال جولات وطنيه جهويه اللي قادتنا لجميع المختلف مناطق المملكه باش نسمعوا للناس باش نصوتوا لهم نعرفوا شكون هما الاولويات ديالهم الشيء الاول هو اننا استطعنا في الحزب باش نقدموا ترشيحات في كافه المستويات وفي كافه الغرف المهنيه بكل مستوياتها وانواع واصنافها الغرفه الفلاحيه استطعنا نغطيو 11 دائره اللي كاينه في الاقليم غرفه الصناعه والتجاره والخدمات بكل اصنافها التجاره بفلائح ثلاثه ديال مترشحين ثلاثه المقاعد الخدمات فيها جوج المقاعد وكذلك في الصناعه اللي فيها مقعد واحد كنقدموا فيها مترشحين من بعد
اللي يكون المقام ديال التقديم ديالو. كاين كذلك الغرف او الغرفه ديال الصناعه التقليديه اللي صيف فيها خدمات انتاجيه كنقدموا فيها مترشحين اثنين في كلتا الصيفين. كذلك في صيد البحري اللي في موقع الواحد كنقدموا فيها مترشح اللي هو ما اعتقد مترشح وحيد هاد الصيف هذا، وبالتالي كنستهلوا الانتخابات قبل اجرائها بتاكد او شبه تاكد ديال فقط الحصول على الادله على الاقل على المقعد الواحد.